2012، وخلال كل سنة من هذه السنوات يقوم التل أبيب بالاستغلال على مجموعة من الابتكارات والاختراعات بتنسيق وبإشراف من الأستاذ الكريم الأستاذ الفاضل الكريم. وهذه السنة توجد مشروعات مجهوداتنا نحن منخرطون هذه بإنجاز مجموعة من الاختراعات والابتكارات، إضافة إلى تعديل أخرى التي تم الاشتغال عليها خلال السنوات الفارطة. إذن نبدأ بالمشروع الأول، والذي هو عبارة عن منصة مصغرة للمساعد الإلكتروني، والذي يتكون أساسا من أفيشور أسيت سيجمون أو شاشة الأقسام السبعة، وهي عبارة عن شاشة للإظهار أو العرض الإلكتروني، والتي تمكننا من عرض الأرقام العشرية التي تتكون منها مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، والذي يلعب دورا مهما في مشروعنا هذا، والذي يتمثل أساسا والذي يساعدنا عفوا في التعرف في المكان أو الطبق الذي يتواجد به المصعد، إضافة إلى قوات التيار التي تساعدنا على توقف حركية المصعد، إضافة إلى أزرار التشغيل التي تساعدنا على التحكم في حركية المصعد ودونه مزيان. ودون نسيان جهاز الأردوينو الذي هو عبارة عن لوح تطوير إلكتروني يتكون من عتاد مادي وعتاد إلكتروني، والذي يمكنه التواصل مع البيئة المحيطة به عن طريق مجموعة من الحساسات لسنسور، إضافة إلى أنه يمكنه التحكم في مجموعة من القطع الإلكترونية كالمحركات والأضواء والمصابيح وغيرها. أما طريقة اشتغال هذا المصعد، الأول يصعد المصعد إلى الطابق الأول، أما أن الطابق الثاني يصعد إلى الطابق
المستشعرين الدولة يمكنهما هو استشعار دخول الجسم، ولدينا أيضا محركين ساق ومضاغ، ولدينا أيضا المحرك الذي يتحكم في طلوع ونزول الجسم، ولدينا والأردوينو مرتبطة بالحواجز. والآن ننتقل إلى المبدأ الذي يشتغل به هذا المشروع. فكما نلاحظ عند مرور الجسم يستشعر هنا هذا الحساس مما يسهم في طلوع الجسم، كما تلاحظ هنا بمجرد أن يصل الجسم إلى المستشعر الحدث الثاني يستشعرون مما يتمنى الجسم في عودة الجسم إلى حالته الطبيعية. وبعد التعرف على المبدأ الذي يشتغل بهذا الجسم أشكركم، وكانت معكم التلميذة عواطف. العادي، حيث حينما يمر الشخص من هنا فيتم استشعاره عن طريق ما يسمى بليكابتوغ انفراغوج او مستقبلات الاشعة تحت الحمراء، فيتم اشتعال هذه الاضواء تدريجيا كما تلاحظون. وحين وصول الشخص الى هنا توجد كابتوغ انفراغوج اخرى فيتم استشعاره فتنطفئ هذه الاضواء، ونفس العملية بالنسبة للصعود أو النزول، فحيث يمر الشخص من هنا تشتعل هذه الأضواء، وحينما يصل تنطفئ هذه الأضواء حفاظا على الطاقة الكهربائية. أما بالنسبة للثانية فهي خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق هذا الكرسي المتحرك، حيث يتم استدعاء الكرسي في حال ما إذا كان في الأعلى عن طريق الضغط على هذا الزر. بعدها يجلس الشخص على الكرسي ويتم الضغط على الزر ذاته ليصعد إلى الأعلى. ونفس الشيء بالنسبة لعملية النزول، فلدينا هذا الزر هنا يتم الضغط عليه لينزل الشخص إلى الأسفل. هذا المشروع كما تلاحظون هو عبارة عن مشروع يقوم بتعيين كل حلوى حسب لونها في العلبة المخصصة لها، أي اللون المشابه للحلوى. فعلى سبيل
سبيل المثال إذا كان لدينا كيس مليء بألوان مختلفة من الحلوى، نقوم بوضعها هنا في الأنبوب. وهنا لدينا سيرفوموتور الذي يساعدنا على تحريك هذه القطعة كما تلاحظون هنا إذا كانت تظهر، تساعدنا في تحريك الحلوى ونقلها هنا. ثم يقوم حساس بتحسس اللون فيوصل رسالة إلى جهاز الأردوينو كما ترون. ثم جهاز الأردوينو يقوم بدوره وهو إرسال الأمر إلى السيرفوموتور الثاني الذي يقوم بمساعدتنا على تحريك هذه القطعة لتوجيه الحلوى إلى مكانها المخصص. والآن سوف نقوم بتجربة كي نرى كيفية العمل. نقوم بوضع قطع الحلوى في الأنبوب، يقوم الحساس بتحسس اللون، السيرفوموتور يقوم بعمله. كما رأيتم قد رمى الحلوى باللون الأحمر في المكان المخصص، كذلك بالنسبة للحلوى المحيط كيفية العمل. المشروع رقم 6 والذي يدعى ب لو سافون دي كولور. اولا غادي نقولوا اهم المكونات نتاع هذا البروجي. اولا هذا البروجي هو ان بيتي روبو اللي كيتكون بالاساس من هذا المجس اللي كيتكون بدوره هذا المجس من ال دي ار ولاد ار جي بي نسبه الالوان اللي غادي يقراهم. وعندنا بيان سور الاردوينو، وعندنا هذا السيرفو موتور، وعندنا هذا لو صابون، عندنا بعض الالواح اللي كتظهر عليها بعض الالوان. المبدا ديال الاشتغال ديال هذا البروجي، عندنا هذا الميجس فاش كنحطوه على شي كولور، اي كولور غادي نختاروا هو غادي يختار، هو غادي يقرا هذا الكولور وغادي يرسل واحد لي فالور للاردوينو. من بعد هذا الاردوينو بدوره غادي يرسل دي فالور لهذا لو سيرفو موتور واللي هو اللي كيقدر انه يحرك لنا هذا لو صابون من 0 حتى 180 درجه. والان غادي ناخذو كمثال مثلا اللون الابيض. ها انتما كيف ما كتشوفوا ها هو اتجاه اللون الابيض هذا لو صابون. ناخذو مثلا دابا اللون الاسود، ها انتما كيف ما كتشوفوا. ناخذ مثلا اللون الازرق، ها هو اللون الغوز مثلا، ها هو اللون الاحمر، واخيرا اللون اخضر. وبالتالي غادي نكونوا سالينا من تقديم هذا البروجي. وكانت معكم التلميذه شيماء المبروك من قسم اولى باك علوم تجريبيه. وهو عبارة عن متتبع للشمس
أو للأشعة الضوئية، أولا نقوم بتقديم المكونات التي يتكون منها هذا المشروع. لدينا أربع مقاومات ضوئية بالإضافة إلى محركين سيرفو، كما أنه يتكون من تركيب كهربائي مبسط. كيفية الاشتغال؟ عندما تتلقى المقاومات الضوئية الأشعة الضوئية، فإن هذه اللوحة المجمعة للطاقة الشمسية يعني تتبع الأشعة وفق اتجاه منحها. تجريبيا يمكن رصد ذلك. فعند إعطاء الأضواء الأشعة الضوئية للمقاومتين هنا، تقوم اللوحة بالتحرك نحو الأعلى. أما هاتين المقاومتين فمهمتهما تحريك اللوحة نحو الأسفل، وهنا إلى اليسار وهنا إلى اليمين. من المعلومات إلى هذا الحساس، والذي يوصل بدوره معلومات إلى جهاز الأردوينو. هذا الجهاز الذي يوصل هو الآخر معلومات إلى المحرك الموجود داخل العلبة. المحرك الموجود داخل العلبة من أجل التحكم في نزول وكذا توقف تدفق الماء. إضافة إلى هذا، القسم المخصص للروبيني أو صنبور الماء. إضافة إلى الجزء التالي، والذي هو عبارة عن المجفف أو سيشوار أما، والذي يشتغل هو الآخر بدوره بحساسات ألتراسونور التي تستقبل أيضا الذي يعمل بنفس المبدأ الذي يعمل به الروبيني دولو، حيث أنه عند تقريب يدنا تحت الحساسات تستقبل هذه الحساسات مجموعة من المعلومات التي ترسلها إلى جهاز الأردوينو، والذي يرسلها بدوره والذي يتحكم هو الآخر في استشعار التواجد هو الآخر داخل الغرفة من أجل تجفيف الأيدي. ودون نسيان دور مهم الذي يعمل المرحل من أجل حماية الدار المكونة. والآن سننتقل إلى الجانب التجريبي. فهذا المشروع يتكون أساسا من مدخل الماء تتواجد بداخل هذه العلبة، واستشوار، والتركيب التجريبي الذي يتكون من أردوينو وبعض المركبات الأخرى. فهذا هو المخرج الذي يخرج منه الماء، وهذا هو مكان الاستشوار الذي يقوم بتجفيف اليد. وشكرا. فعندما نقرب اليد من هذا المكان ينزل الماء، يخرج الماء. وعندما نقرب من هذا المكان يقوم بتجفيف اليد. هكذا يقوم هذا المشروع. فاش كنحطوا واحد القطعة النقدية كيرسلنا ميساج لواحد الحساس كاين هنايا. هاد الحساس اللي كاين هنايا
بدورو كيرسلنا واحد الميساج الاردوينو باش يافيشي لنا عدد الدراهم على الافيشو ال سي دي. فكيعرضها هنايا تلقائيا. وعلى ضوء عدد الدراهم يتم اقتناء المنتوج المناسب حيث عندنا هذه الازرار الخضراء والحمراء. ففاش كنضغطوا على الزر الاخضر الخاص بمنتوج درهمين الخاص بمنتوج واحد درهم عفوا كيرسل ميساج الاردوينو باش الاردوينو بدوره يرسل لنا ميساج الموتور ويتحرك ويعطينا المنتوج ديال ان درهم. فاش كيوصل الحافه هنايا فاش كيطيح هنا عليا ديكابتور انفراروج اللي كتستشعر هذا المنتوج وكتصيفط ميساج الاردوينو مره اخرى وكيرجع عند الموتور باش يتوقف الحركه ديالو. ونفس العمليه كتتم بالنسبه للمنتوجات ديال ان درهم اللي عندها الزر الاخضر المنتوجات ديال دو درهم اللي عندها الزر الاحمر. ودابا غادي نخليكم مع الصديقه ايمان والذهبيه باش يدير لكم واحد اذا باش تعرفوا كيفيه كان نخدم هذا البروجي. بعد ممكن غادي ندخلوا قطعه قديمه فئه 50 سنتيم يعني ما كاين هنا في ال سي دي انه ما تنشغلش حتى بياس حيت ديجا حنا مبرمجين الاردوينو لانه يترف غير على درهم واحد. مي ملي غادي ندخلوا درهم كيقولنا بانه هذا تتجدد الدراهم. باغ اكزومبل الا بغيت نختار انا واحد البرودوي ديال درهم كليكو على بوطون بوسوا. مي الا بغيت نختار ان برودوي ديال جوج دراهم غادي نكي على بوطون حمراء وهكذا نكونوا كملنا التجربه ديالنا حتى حطينا غير 3 دراهم في لاباريت.